فيهاش إسرائيل. إنما تسمعني لأنا أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. في 9 نوفمبر عام 1977 فاجأ الرئيس الراحل أنور السادات العالم أجمع بخطاب في افتتاح الدورة البرلمانية يعلن فيه استعداده للذهاب إلى إسرائيل بعد 4 أعوام فقط من حرب أكتوبر المجيدة لتطهير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. في إسرائيل لم يصدق رئيس وزرائها آنذاك مناحم بيجين ما سمعه، وقرر باسم الحكومة الإسرائيلية إرسال دعوة للسادات عن طريق السفير الأمريكي، وقبلها السادات رغم معارضة شرسة لقراره في داخل مصر وفي الوطن العربي. إلا أن السادات تحدى وتحدد موعد الزيارة في السبت الموافق 19 نوفمبر من نفس العام على أن تكون الزيارة رسمية، يصلي خلالها الرئيس ومرافقيه في المسجد الأقصى ويزور الأماكن المقدسة. وفي اليوم الموعود والذي وافق وقفة عرفات لعام 1397 هجرية، كانت أنظار العالم وأذانه مشدودة إلى حدث فريد احتبست معه الأنفاس وساد الصمت، حتى تم فتح باب الطائرة وهبط الرئيس السادات سلم الطائرة، بينما وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين وبجواره وقف موشي ديان وأريئيل شارون وإسحاق شامير رئيس الكنيست، وعلى يساره وقفت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة للترحيب بضيفهم الكبير. Whoever signs on the part of Israel, I want to live to see that day. A peace between you and us. A peace between all our neighbors and us. بعدما كان السادات هو العدو الأول لهم وأول من أذاقهم مرارة الهزيمة في 6 أكتوبر عام 1973، ألقى السادات خطابه التاريخي في الكنيسة الإسرائيلي. ولا يسوء أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم، وبكل صراحة وبالروح التي حدث بي إلى القدوم إليكم اليوم، فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساواة وليست عرضة للجد. During the visit of President Sadat to our country and to Jerusalem, a momentous agreement was achieved already. Let us have no war after October, and let us agree upon security. I think those are the main issues. لم يكن أكثر الحالمين خيالاً يتنبأ بإمكان حدوث هذه الزيارة التي أثارت انقساماً كبيراً في مصر والعالم، حيث ذهب البعض لوصف السادات بالخائن والعميل وقد كان على مدار 4 سنوات بطلاً مغواراً. البعض اعتبر الزيارة بعد نظر وتفكير سابق للعصر وقراءة واعية لخريطة القوى التي تؤكد استحالة تحقيق نصر عسكري حاسم على دولة الاحتلال إسرائيل. أما البعض الآخر اعتبرها شق للصف العربي وخذلان لرفقاء حرب وخيانة عظمى للدين والوطن. وفي النهاية دفع السادات حياته ثمنا لهذه الزيارة. لما راحوا الكنيسة، نحكي للناس بس ترتيب الحدث، معلش، انه هو ده اول رئيس عربي يدخل الى الكنيسة اي البرلمان الاسرائيلي. قام رئيس الكنيسة بتقديمه، حينما دخل كان له استقبال اللي بيسموه ستاندينج اوفيشن، تصفيق حاد وكبير جدا. حضرتك منطقيا منتظر ان يقرأ الرئيس باللغة الانجليزية الخطاب الذي كتبته. ايه اللي حصل بقى؟ واذ افاجئ
ان الخطاب باللغة العربية ده نمرة واحد، خطاب طويل وما جابش فكرة واحدة من الافكار التي ذكرت في الكلمة اللي كتبتها. يعني كل المجهود بتاع 48 ساعة ده راح، فهو خد منك الخطاب وقال لك عظيم عظيم ولكن لا، فهو خطاب بالانجليزي ما استخدمش منه ولا كلمة ولا فكرة كمان، وكان خطاب قصير، فوجئت بأنه خطاب باللغة العربية وطويل وطويل وما لكش علاقة بيه. هذا العالم المعقد بصراعاته الدامية، المضطرب بتناقضاته الحادة، المهدد بين الحين والحين بالحروب المدمرة، تلك التي يصنعها الإنسان ليقضي بها على أخيه الإنسان، وفي النهاية وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء الضحايا من بني الإنسان، فلا غالب ولا مغلوب، بل إن المغلوب الحقيقي دائما هو الإنسان. الإنسان أرقى ما خلق الله، الإنسان الذي خلقه الله، كما يقول غاندي قديس السلام، لكي يسعى على قدميه يبني الحياة ويعبد الله. كيف من ناحية احترافية، من ناحية رجل علوم سياسية، صحيح هو ما خدش خطابك، لكن تقييمك للخطاب ده ايه؟ الفرق ان خطابك خطاب اكاديمي قائم على علاقة البلاد بين أثناء السلام وأثناء الحرب وأهمية التفاوض، بينما الخطاب بتاعه خطاب عاطفي سياسي يخاطب الشعب الإسرائيلي، يخاطب الشعب الإسرائيلي والشعب العربي، العربي كمان، دي أهم حاجة للشعب العربي، لأن ذكر بقى القضية الفلسطينية. إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردا في سياسة مصر، فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل، وأي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أي دولة من دول المواجع وإسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها، بل أكثر من ذلك، فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية، فإن ذلك لن يحقق أبدا قيام السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عليه. في رسالة كشف عنها من الوثائق البريطانية، كان السفير البريطاني الموجود في ذلك الوقت اسمه امباسادور موريس، بعت رسالة إلى وزارة خارجيته تعقيبا على خطاب الرئيس السادات، قال فيها 4 نقط. قال أنه كان يبدو عليه الهدوء والتماسك الشديد، نمرة 2 أنه لم يفرط في أي شيء خاص بالحقوق العربية أو المصرية، نمرة 3 استطاع أن يعرف كيفية مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي واكتسب ثقته، نمرة 4 أن هذا الخطاب سيساعده في المراحل المقبلة للمفاوضات. رأيك إيه في الـ4 نقط؟ أنا موافق على 3 نقط، ولكن إن الخطاب كان له تأثير على لسير المفاوضات بعد كده لا ما حصلش، لا أبدا، بالعكس. الإسرائيلي وبما فيها موشي ديان مصرين ان المفاوضات هتبقى قاصرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية. انت ايش دخلك انك تكلمني عن الموضوع الفلسطيني؟ تكلمني عن فلسطين ما نجدعه ابدا ابدا، انت مهتم بقضية الواحدة.
وانه لا توجد عملية ارتباط. كلمة ارتباط بقى اللي اتكررت بعد كده الف مرة من الجانب المصري بعد كده في معاهدتين معاهدة مكتوبة ومعاهدة لطريق تبادل خطابات كل ده اللي عملته. لا بعد كده خليني قبل بس ما اروح بعد كده بعد ما القى الخطاب وخلص الكنيسة اعتقد انه منطقيا تكون شفتوه بالليل مثلا. لا كان في عشاء. عشاء كويس. ايه اللي حصل في العشاء ولما قابلتوه شخصيا هو كان انطباعه الشخصي عن الخطاب ايه واحساسه برد الفعل؟ ما ردش. ما كان قالش حاجه. ما قالش حاجه. الاستاذ قال هل ما قالش حاجه لان بيعتبرني لسه مساعد جديد؟ هل ما قالش حاجه ان اتكلم مع مصطفى خليل ولا معايا؟ ما قاليش حاجه. طيب قيل ان الخطاب ده اشترك في كتابته الاستاذ موسى صبري الله يرحمه والاستاذ انيس منصور الله يرحمه. انا سمعت عن طبعا اللي اشترك فيه برضو كان اسامه الباز. كان دكتور اسامه الباز و ما اظنش انيس منصور يمكن ولكن موسى صبري كان الخطاب بتاعه كان موجه الى الراي العام العربي الى الراي العام الدولي. كان خطاب عاطفي لكن كان في شجاعه كمان انه هو الكنيسة لما يقول لهم جئتكم بقدمين ثابتتين وقال لهم ما معنى ان انا حاربتكم قبل كده وانا مش جاي خائف او مستسلم لا لا. ولكن انا مؤمن بالسلام وحكايه كل امه عربيه وكل امه اسرائيليه وكل هذا الكلام العاطفي. ولقد جئت اليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياه جديده ولكي نقيم السلام وكلنا على هذه الارض ارض الله كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود كلنا نعبد الله ولا نشرك به أحدا وتعاليم الله ووصاياه هي حب وصدق وطهارة وسلام. على العشاء عثمان أحمد عثمان أيوه كان موجود لخبط قال لي الكلام الفاضي ده الخطاب بتاع الرئيس بتاعكم كان تعبان ما ردش كويس طبعا فالعشاء كان زي ما تقول غير ناجح. ما والعشاء ده كان للوفد المصري بس؟ بس الوفد المصري والوفد الاسرائيلي. لكن قال الكلام ده للمصريين ما قالهوش للاسرائيليين. لا 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 للاسرائيليين في العشاء عثمان احمد عثمان قال لهم لا بيكلم مع بالعربي قدام مع التانيين الكلام الفاضي اللي بيقولوه يعني اللي بيقولوه الاسرائيليين ولا اللي قاله الرئيس السادات؟ اللي بيقولوه الاسرائيليين. هو كان بينتقد خطاب بيجن. خطاب بيجن. فمصطفى تقييم حضرتك طب كمل حكايه مصطفى خليل. مصطفى خليل قال لي فرصه نجتمع مع وايزمان وإيجال يدين وبعد العشاء اجتمعنا نحن الثلاثة مصطفى خليل أنا وايزمان وإيجال يدين. اجتمعتوا فين في الأوتيل؟ في أوضة مصطفى خليل. ايوه مش دايما كانش لهم ما تعزمش وايزمان. طب ليه الدكتور مصطفى اختار دول؟ ما بصراحة الظروف او يمكن احساسه انه دول يكاد يكونوا المعتدلين شوية مش يكاد يكونوا المعتدلين بقدر ما يمكن ما عرفش تلم على لان عاوز اعملها بالطريقة السرية ما عرفش تلم على مرشد ديان وكان عرف تلم على وايزمان حب يعمل ما يسمى باك شانل القناة خلفية اكزاكتلي. عدنا لغاية الساعة 12 واحدة صباحا فيري اوبن. ده من كام لكام يا فندم؟ بل عشر تسعة لحداشر كده يعني قعدتوا حوالي ثلاث ساعات مثلا ثلاث ساعات ومناقشة حرة صريحة سأل مثلا مصطفى خليل هل عندكم صلاح الذري
فوايزمان ما ردش. والمهم لكن ايه اهم كان عناصر في الحوار ده يا فندم كشاهد على التاريخ؟ يعني ايه اللي حصل في الحوار ده؟ لم يناقش الموضوع. مناقشة مفاوضات السلام ما اتفتحتش. مناقشة ودية. ده اللي بيسموه بريكنج ايس، يعني كسر الجليد يعني بين الاشخاص. يعني مثلا وايزمان حكى ازاي كان طيار وبيطير في مصر ومش عارفين ذكرياته. رجال يدين كان بيتكلم عن الاثار. فكان جو زي ما تقول جو لطيف، بدرجه اللي مصطفى خليل انبسط من وايزمان وفضلت العلاقه دي بينهما مستمر، وقال للسادات قابل وايزمان. وترتب على ذلك ان وايزمان كان ذا الميدلمان، الوسيط اللي بيصلح الامور لما تتوتر الامور. يجي وايزمان، يجي وايزمان كوسيط، سواء المفاوضات اللي عملناها مع بعض مع كمال حسن علي للاتفاق او المفاوضات اثناء كامب ديفيد، هو كان الوسيط. دمه خفيف وبيهزر وبينكت وبيحاول يجد حل. تحس انه راغب في الوصول للنتيجه. هل راغب او هل مهمته ان او ده دوره؟ دوره واحد يشد واحد يرخي. ممكن يكون ده تقسيم ادوار. يعني يمكن يكون تقسيم ادوار. ولكن ما ننساش ان مرشد ديان اقدم من وايزمان. اقدم طبعا. اقدم عسكريا. واقدم في الحزب وفي السن. وفي السن. المهم ان ترتب على هذه المقابلة ان اتكسر الجليد. ولما رجعنا كلمت مع مرشد ديان، قلت له اسمع بقى، مفيش، ما انتوا عندكمش حاجة مكتوبة. ازاي هنتفاوض الكلام المفاوضات؟ طبعا انا اكاديمي عاوز واحد اثنين ثلاثة. ففي ما يسمى بالاجندة، اللي هي نقاط التفاوض. قال اجندة انتوا اللي جايين، ايه الاجندة بتاعتكم؟ قلت له لا، ولكن يعني بيرمي الكرة عليك. لا، عاوزين نتعاون مع بعض لوضع هذا الاجندة عشان ما يبقاش موضوع كلام. مظبوط. قال لي هنشوف. المهم رجعنا في الطيارة، السادات قال لي لا. انا في قبل ما رجعنا الطيارة اللي عرفوا انه اليوم اللي بعده قمتم بزيارة، اجتمعتم بمجموعة من كافة الاحزاب او ممثلين الاحزاب الاسرائيلية. بامانة انا مش فاكر دي بصراحة. انا عارف ان زرنا مكان الكنائس. ايوه. وان الاسقف القبطي خطب خطبة هاجم هجوم فظيع الجانب الاسرائيلي. والسادات لم يتحرك. اللي هو موضوع دير السلطان. دير السلطان وغير دير السلطان، يعني فيري اجريسيف. يعني نحن جايين عاوزين نلطف الامور. هو بالعكس انتهت فرصة وجود سادات واهتم فيه وكذا وكذا وكذا. طيب قبل ما تغادروا القدس، هل كان هناك اتفاق ايه الخطوة الجاية؟ لابد نتقابل، لابد ان نتناقش، هنشوف. لكن ما فيش ورقة اتكتبت؟ يمكن كان فيه وانا ما كنتش ملم بيها. يمكن كان انا في رأيي ما كانش في اي حاجة. كانش في حاجة. في الطيارة السادات قال لي عاوز تجتمع مع السفراء العرب والأجانب وتشرح لهم اللي عملناه. طبعا ما عملناش حاجة طبعا إلا العلاقة الودية أو بداية كسر الجليد. يعني أهمية هذه الزيارة أنها فتحت باب كان مغلق. مظبوط. ده الأهمية الكبرى فيها. وتبقى بمثابة خطوة أولى. خطوة أولى.